نهاركم سعيد مشاهدينا. لليوم السبت 18 كانون الثاني 2014 انتهت أمس مرافعة فريق الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تمحورت في معظمها حول قرينة الاتصالات من دون أن تحمل أي مفاجآت تذكر، إلا أن المفاجأة التي أتت من لاهاي كانت من الرئيس سعد الحريري الذي أعلن قبوله المشاركة في حكومة تضم حزب الله. أولى ردود الترحيب أتت من الرئيس نبيه بري ومن النائب ولي جملاط، وقد ينتظر موقف حلفاء الرئيس الحريري الذي رأى البعض أنه قد يكون أربكهم. حدث آخر استأثر أمس بالاهتمام، وهو حدث أمني يحمل دلالة لا تخلو من الخطورة، وهي ما يحصل على حدود البقاع الشمالي، حيث حصلت مجزرة مروعة في عرسال بسقوط 10 صواريخ استهدفت عرسال أمس، وأدت إلى استشهاد 7 شهداء بينهم 5 أطفال أشقاء من عائلة واحدة، وجرحت 15 شخصا. وأيضا استمر تساقط الصواريخ ليلا، حيث تجدد هذا التساقط، وتوتر الوضع جاء أيضا بعد تفجير الذي طال منطقة الهرمل، وحصل التباس حول مصدر الصواريخ التي أطلقت. ففي وقت أهالي عرسال ورئيس بلديتها يعني يصرون على أن حزب الله هو الذي أطلق هذه الصواريخ، أتى بيان الجيش ليؤكد أن مصدر القذائف والصواريخ هو الأراضي السورية. الوضع في طرابلس أيضا شهد بدوره تدهورا أمنيا مساء أمس، وسجلت اشتباكات على المحاور التقليدية وأعمال قنص. كل هذه المواضيع سنتابعها اليوم في برنامجنا نهاركم سعيد، مع ضيفنا نائب رئيس حزب الكتائب الأستاذ شجعان العزي. نهارك سعيد. أهلا وسهلا. نهارك سعيد، قد ما فينا نقول نهارك سعيد طبعا، مع الأوضاع يعني اللي عم بتصير للأسف يعني اليوم اللي بتشوفي بالجرايد صورة هالأم صح من عرسال اللي عم تبكي 4 أطفال 5 أطفال قدامها، يعني بتسقط قدامك كل القضايا الأخرى، أكانت سياسية أو حزبية أو حتى وطنية. أحيانا المأساة الإنسانية أكبر من كل شيء في الدنيا، يعني شو بدك تقولي بعد فيك تحطي شروط وتسحبي شروط، توطي سقف وتعلي سقف، تعملي حكومة أو ما تعملي مشان حكومة. هيك يمكن أتى يعني موقف الرئيس سعد الحريري يعني حرصا، خلينا نقول على مثل ما قال يعني الاستقرار البلاد وحماية البلاد ومصلحة البلاد. هل فاجأكم موقف الرئيس سعد الحريري؟ موقف الرئيس سعد الحريري هو تتمي منطقية وسياسية للعبارة اللي قالها أمس الأول لما بدأت المحكمة أعمالها. نعم، قال الرئيس سعد الحريري من لاهاي لا نريد العدالة للسائر ولا نريد العدالة للانتقام. فالترجمة السياسية لهالكلام الفلسفي لهالكلام الإنساني، الترجمة السياسية له هو تصريحه حول الجلوس مع حزب الله، لأنه من بعد ما أعطى للبعد الإنساني من خلال المحكمة كل مدى، عم بيحاول يعطي فرصة للبعد الوطني من خلال مشروع تأليف الحكومة الجامعة. أكو حال قال رئيس بري يعني موقف الحريري يقدر له، وعلى الرغم من عمق الحالة الشخصية يعني فإنه يظهر حرصا كبيرا على المصلحة الوطنية. أنت ولكن وأنا ما عنا يعني أنت وأنا الحمد لله يعني ما عنا فضل إذا قدمنا موقف من هالنوع. بيك وبي ما اختيل بس انت بالمتهمين لا عم بحكي طبعاً. عم بحكي من ناحية الشخصية. نعم. ولكن لما شخص بيكون فائد والده، والده مش حيلا إنسان، رفيق الحريري، وفائد كذا نائب من كتلته وكذا رفيق وكذا صديق، وبيعطي هالموقف بيكون في له تقدير تماما، مثل المواقف اللي أخذها الرئيس أمين جميل بعده بيير بغرفة العناية الفائقة بمستشفى مار يوسف، ظهر لهالجماهير اللي كانت غاضبة وقال لهم بدل ما تغضبوا صلوا، واجتمع بسماحة السيد حسن نصر الله، ويومتها ما كان بعد في
أي شبهات على أنه في متهمين من حزب الله. دائما مأساة رجال السياسة اللي بيكون عندهم البعد الوطني أنه بيضطروا من أجل المصلحة الوطنية يعضوا على جرحهم الشخصي، وهذه مأساة كبرى. نعم. ما حدا بيعرفها إلا هني أو يلي بيكونوا قريبين منهم، لأنه منعرف نحن المعاناة يلي عم بيعينوها بعد كل تصريح بيعطوه وبعد كل تخطي للدموع والألام والمآس اللي بيمروا فيها. نعم، ولكن يعني بالسياسة ما في عواطف، خليني أقول معلي استسجعان، السياسة برغماتية ويعني ما فيها عواطف. السياسي نحن بنعرف حتى بلبنان أوقات والمواقف السياسية تمليها أيضا ظروف إقليمية وتدخلات كمان خارجية وتمنية تمنقول يعني أكثر من هيك، لأنه هذا الموقف ترافق مع تحرك بعض دبلوماسي لدفع اللبنانيين إلى اليوم الحفاظ على الاستقرار وتشكيل حكومة. ومبارح أنتم التقيتوا ممثل الشخصي للرئيس الفرنسي في لبنان، وكان هذا اتجاهه، وبالتالي قد يكون موقف الرئيس الحريري أيضا يأتي انسجاما مع هذا المناخ. مدام دولي، عملت صورة موضوعية للحالة وهذه هي الصورة الصحيحة. إذا بدي أقولها أو بدي ردد كلامك بتعابير أخرى بقول ما يلي. نعم. المنطقة اليوم عم بتعيش محاولة تهدئة الأزمات المتفجرة وليس تفجير الأزمات الهامدة وغير المنفجرة. عم بيصير في محاولة لمعالجة الملف الإيراني النووي، محاولة لمعالجة الحرب بسوريا من خلال جنيف 2، للانتخابات بمصر، للاستفتاء بتونس، انتخابات جديدة بالجزائر، محاولة إقامة دولة اتحادية في اليمن، إعادة التموضع الأمريكي والسعودي في المملكة في العراق، مصالحة بين المعارضة الشيعية في البحرين وولي عهد البحرين، وحتى اجتماع بين وزير خارجية البحرين للشؤون الخارجية ونائب وزير الخارجية الإيراني في الكويت أمس. إذن في تطورات وتحركات عم بتصير لمعالجة القضايا المتفجرة. بس هذه نقصها فبلبنان ما لازم نمشي بعكس السير. بس هذه كلها نقصها تقارب سعودي إيراني، هذا لم يحصل. يعني هون السؤال إنه كيف يعني يكون هذا الموقف لحليف السعودية في لبنان والقبول بهذا بالجلوس إلى جانب حزب الله على طاولة مجلس الوزراء وليس هناك موقفا سعوديا أو تقاربا سعوديا إيرانيا؟ لأنه حتى في عضو بأحد المقالات يعني من أسبوع نقلا عن عضو مقرب من القيادة الكتائبية بيقول إذا لم ينضج التقارب الإيراني السعودي فعبثا التفكير في حكومة. لك اولا يجب ان يكون حبذا، مش يجب، حبذا لو يكون قرار تاليف الحكومات في لبنان وانتخاب رؤساء الجمهوريات في لبنان والوفاق اللبناني والاصلاح النظام في لبنان قرارات لبنانيه فقط لا غير. ولكن انت بتعرفي انه هالانقسام الموجود في لبنان ومع الاسف تعدديه الولاءات عم تجعل انه في دول إلى تأثير في القرار اللبناني السياسي والأمني وحتى الوطني، وهذا اللي عم نشهده اليوم. هلأ هالانفراج اللي حصل ويلي نتمنى أنه يستمر على صعيد موضوع تأليف الحكومة قد لا يكون حتى هذه الساعة ناتج عن تقارب بين السعودية وإيران، لأنه العلاقات بين هاتين الدولتين الأساسيتين في المنطقة لا تزال شبه مقطوعة، ولكن ناتج عن تأثير أمريكي على الإيران وتأثير أمريكي وأوروبي على السعودية. إذن الانفراج الحكومي ناتج عن ضغط إقليمي ودولي أكثر ما هو ناتج عن تسوية إقليمية ودولية. لهالسبب المعنيين بتأليف الحكومة يجب أن يستفيدوا من هذه النافذة
المفتوحة مؤقتا للإسراع بتأليف الحكومة على أسس ومبادئ وطنية، لأنه هالانفراج الحاصل ويلي منه مرتكز على تسوية ممكن يجعل هالنافذة المفتوحة ترجع تغلق يعني في أي لحظة. يعني الموقف السعودي عند خلينا نقول الضوء الأصفر يعني لا لا. ولكن أنا فيني أقول لك إنه ممكن تحصل تطورات في وقت قريب، قد يكون أسابيع قد يكون أشهر قليلة جدا، ولا بد من أن تعود خطوط الاتصال المباشر بين السعودية وإيران. ملامح هذا الأمل ما بقول هذا الانفتاح لأنه بعد ما حصل، أولا التقارب بين البحرين والمعارضة الشيعية، وقلت لك والاجتماع بين وزير الشؤون الخارجية البحريني ونائب وزير الإيران، وهالأمر البحرين ما بتقوم بهيك مبادرة من دون موافقة سعودية، موافقة أو على الأقل بعلم سعودي. اثنين، هو المواقف الإيرانية المتعددة والمتكررة اللي أدلى بها إن كان الرئيس روحاني الرئيس الإيراني أو وزير خارجية إيران في لبنان وغير لبنان عن ضرورة واستعداده لزيارة المملكة العربية السعودية وفتح حوار. ثالثا، يعني البعض رأى أنه قصد ظريف أن يعلن من لبنان هذا الموضوع. ثالثا، يعني عندك الاتصالات اللي عم تقوم فيها الولايات المتحدة وأمريكا. اليوم عندك في تحرك دولي قوي لإطلاق هالتقارب، في اجتماع لافروف وكيري بجنيف، في عندك زيارة الموفد الرئيس الفرنسي أولاند إلى لبنان، وبذات الوقت في اليوم بإيران أنا بالوقت اللي عم بحكي معك قريت اليوم الصباحا الصحف الإيرانية، في مدير عام شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية موجود كمان بإيران. إذن في تحركات كتيرة، في الوزير المعلم ذهب إلى روسيا، وأكثر من هيك لمن إجا الوزير الإيراني إلى لبنان معالي محمد جواد ظريف، أحد الرسائل اللي حملها من خلال التحاليل اللي بتخرج من زيارته، أولا الطلب من حزب الله عدم التصعيد ضد المملكة العربية السعودية بشكل مباشر، لأنك أنت بتتذكري الحملات اللي صارت على المملكة العربية وتحميل السعودية من دون أدلة على انفجار الضاحية وانفجار السفارة الإيرانية. الأمر الثاني، ضرورة مواكبة أنه حزب الله يواكب التطورات الإيجابية وما يكون عامل سلبي في مبادرة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة. إذن في عندك عدد من بس العناصر. كمان في رسالة أساسية هي أنه كمان المقاومة خط أحمر، يعني بزيارة السيد حسن نصر الله وضعه إكليل على ضريح عماد مغني وغيره، يعني كمان هذه إشارة إلى أن أمبارح كلام لاريجاني يعني أنه بالتحذير من المساس بحزب الله. لحديت هلأ تأكيد لكلامك، لحديت هلأ الانفتاح الإيراني واللي نحن منرحب فيه لا يزال انفتاح يلامس فقط القضايا الجانبية ولم يلمس بعد القضايا الجوهرية. يعني اليوم إيران بعد منا مستعدة إنه تبحث بمصير الحالة العسكرية لحزب الله في لبنان وللدور العسكري لحزب الله في سوريا. ولمصير مفهوم المقاومة انطلاقا من لبنان ليس فقط ضد إسرائيل إنما ضد كل القضايا يلي إيران داخل فيها. ولكن أنا أعتقد إذا تقدمت المفاوضات الإيرانية الأمريكية على صعيد الملف النووي وتحول الاتفاق المؤقت إلى اتفاق نهائي، وإذا صار في تقارب سعودي إيراني بالمقابل، وإذا صار في تقدم على صعيد الوضع السياسي بمؤتمر جنيف 2 المتعلق بسوريا، لابد بلحظة معينة أنه تحصل انفراجات. والدليل خدي مثل امبارحة، طبعا ما عم نشبه
كل الوضع العسكري لحزب الله بتأليف الحكومة، ولكن بين لحظة بين ليلة وتانية تغيرت كل المواقف من تأليف الحكومة. ما بين حزب الله ما بيقبل إلا خدوا التسعة تسعة ستة وإلا رح تشوفوا شو رح يصير ونقطع السطر، إلا منقبل بحكومة 8-8، إلا منعيد النظر بالمداورة بالمقاعد الوزارية، إلى أنه نتخلى عن التلت المعطل، نتخلى عن التلت المعطل، وإلى الاستعداد للبحث بثلاثية الجعب والمقاومة. اليوم امبارح عشية الرئيس أمين جميل بحلقة تلفزيونية على تلفزيون آخر قال أنه نحن ما عم نطالب أنه نوضع البيان الوزاري قبل تأليف الحكومة، لأنه هذا أمر ما منه من التقاليد ولا من الأصول الدستورية، ولكن على الأقل في بعض نقاط عم نطلب مش صياغتها ولكن إعلان نيات. وأنا أعتقد أنه لمن الرئيس نبيه بري باسم حركة أمل وحزب الله يلي بيقول أنه مستعد يبحث بهالنقطة هيدي باللجنة صياغة البيان الوزاري، معناتها هالثلاثية هيدي ما عادت مقدسة مثل ما كانوا يقولوا وصارت خاضعة للنقاش. هيدا قد يكون بس هيدا مزار للرماد في العيون السيس جعان، يعني انه منلاقي صيغة لغوية يعني تستثني الجيش والشعب والمقاومة وتلاقي شيء يعني بيرضي نحن اساسا في حزب الكتائب، وبتتذكري انت اللي عم بتتابع الاحداث دائما وبشكل وثيق، نحن لمن غيرنا قبل بصيغة الجيش والشعب والمقاومة نحن أعلننا اعتراض علني بمجلس الوزراء على هذا العبارة، صح. وسجلنا بمحضر مجلس وزراء اعتراضنا، صح. إذن نحن أساسا رافضين شكلا ومضمونا، ولكن الواقعية تقضي أنه حزب الله من ناطر هالثلاثية هيدي حتى لا يروح إلى سوريا، مش باسم هالثلاثية راح إلى سوريا، ولا باسم هالثلاثية بعده حامل سلاحه، ولا بعد باسم ولا باسم هالثلاثية نزل مازال هيك، لكن لشو عمل عليها معركة فريق 14 أداء. من هون بنقول له لحزب الله انك انت عم تيجي تحط هالثلاثية وكأنه مسمار جحا، انت منك بحاجة لإلا اذا بدك تحافظ على سلاحك. فاعمال اعلان نيات بإعادة النظر بهذه الثلاثية على انه موضوع استراتيجية دفاعية عم بيبحث وين بهيئة الحوار يعني الوطني، يعني عم بيطالب فريق 14 هذا بتنازل شكلي بس حتى يبيع على جمهوره انه تنازل ايضا عن ثلاثية الجيش والشعب المقاومة، استطعنا يعني ان نفرض عليه التنازل. المسألة منا مسألة تنازلات شكلية او جوهرية، المسألة انه نحن اليوم والعالم المهتم بقضايا لبنان ما عم بيحاول تأليف حكومة مثل ما بتتألف الحكومات العادية، عم بيحاول منع سقوط الدولة اللبنانية وإعطاء جرعة أمل بإمكانية حصول انتخابات رئاسة الجمهورية. يعني الحكومة اليوم منا حكومة عادية، هي مشروع تأسيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية. بمعنى آخر إنه اليوم إذا كان الأطراف السياسيين نجحوا بالدخول إلى حكومة سياسية جامعة، نعم، ولقيوا تسوية لبعض القضايا العالقة، هيدا مؤشر إيجابي على أنهم كمان ممكن يتفقوا في مرحلة لاحقة على انتخاب رئيس جمهورية. أما إذا ما قدروا الأطراف السياسيين يتفقوا على حكومة سياسية معناتها هيدا مؤشر سلبي، ما بيوحي على اتفاق على انتخاب جمهورية. حتى من هذا محلو الرئيس بري اليوم بيقول أن الحكومة المنتظرة هي حكومة وطاولة حوار ووحدة وطنية وتجمع الجميع وتسهم إسهاما كبيرا في الاستحقاق الرئاسي. أكثر من هيك بحب قلك يعني أنا بتمنى البيان الوزاري يكون فوتوكوبي نسخة طبق الأصل عن بيانات المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية أو نسخة طبق الأصل عن بيان الأساقفية الموارن اللي بيجتمعوا كل شهر، أو نسخة طبق الأصل عن بيان تيار المستقبل، ولكن وهني كمان يمكن حزب الله بيفضلوا البيان الوزاري نسخة طبق الأصل عن بياناتهم إلى آخره، ولكن ما فينا نطالب ك 14 و 8 أدار ما فينا نطالب ك 14 أدار بحكومة جامعة أو نقبل بحكومة جامعة، ما طلبنا
نقبل بحكومة جامعة نعم. ونعمل بيان وزاري وكأنه بيان حكومة 14 أدار و8 أدار ما فيها الطالب بحكومة جامعة والطالب بوضع بيان وزاري وكأنه بيان حكومة 8 أدار واحدة. هذا البيان منه بيان 14 ولأنه بيان 8، هذا بيان تسوي ل 8 و 14 لتمرير هذه المرحلة. ومثل ما قال الشيخ سامي قبل ما يروح، الشيخ سامي جميل قبل ما يروح على لهاي، انه نحن عارفين انه كل المشاكل ما راح يتحلها هيدي هالحكومة. نعم. نحن بدنا نمرق الوقت واستعمل كلمة ترقيع يلي بيعمل فيها انه هاي الحكومة الممكنة بالوقت ولكن الحاضر. يعني البيان الاخير للمكتب السياسي وكلام النائب سامي الجميل فاجأ شوية، يعني لأنه كان أكثر تصعيدا من الموقف اللي كنا عم نسمعه لحزب الكتائب من موضوع تشكيل الحكومة اللي باتت الكتائب في أول المرحبين أو المستعدين للمشاركة في حكومة جامعة من هذا النوع، وفسروا البعض على أنه جاء للمزايدة يعني أو لا أبدا لا مع حلفاء الكتائب وأيضا للعودة. يعني رح أشرح لك خلفيات هالموقف اللي أنا بأيده 100% وما تفاجأت فيه. لما صار في موضوع تأليف الحكومة، لما استقالت الحكومة، حكومة دولة الرئيس مئاتي يلي قام بأعمال وببعض إنجازات مهمة هو شخصيا كرئيس حكومة، موقف الكتائب كان واضح من أول يوم، ولو التزموا في كل الأطراف ما كان أخذ تأليف الحكومة 10 أشهر. قال نحن ندعو إلى حكومة وطنية جامعة لا تستثني أحد وتلتزم إعلان بعبد، وبالحكومة الوطنية يعنينا حكومة من 2، إما حكومة إنقاذ وطني تضم الأقطاب وتكون مصغرة، وإما حكومة تمثل الأقطاب وتكون أكثر عددا. لما وصلوا الأطراف من أسبوع أو من 10 أيام إلى هالنتيجة اللي أعلنها الرئيس جميل منذ اليوم الأول، اعتبروا كل القوى أنه الكتائب رح تقبل بشكل عفوي بهالطرح هيدا طالما هو كان طرحه منذ الأساس، في حين بدأ بعض الأطراف وكأنه لا مش قبلين بأي شكل، وأطراف تانيين قبلين بشروط، فصار في نوع من التباس عن موقف الكتاب أنه نحن ماشيين وكأنه الأمور ما في عنا مشكل. نحن ساعتها عدنا ذكرنا بمبادئنا واللي قاله الشيخ سامي، لأنه طوطية سقف ولا تعلية سقف، هو توضيح موقف. قال له نحن مع الحكومة، وسبق أنه قال قبل بيومين كمان من تصريحه اللي عم تحكيني عنه أنه نحن مع الرئيس المكلف ورئيس جمهورية بتشكيل حكومة، ولا بل طلب منه تخطي كل الشروط. وأضاف امبارحة أنه معطيات تأليف الحكومة بتفرض على الكتائب أنه تلتزم بالمبادئ اللي أعلنتها، ومن قصة عدم تغطية حزب الله والالتزام بإعلان بعبده. إذن هيدا هو موقفنا ولا نزال عليه. بس ما نكون حاطين شرط يعني الاتفاق على البيان الوزاري قبل تأليف الحكومة، مش حط أو على الأقل يعني حصول على ضمانات يعني بشأن البيان الوزاري. قلت لك أنه امبارح الرئيس جميل حكي عن إعلان نيات وليس عن صياغة بيان. إعلان النيات بالنسبة لإعلان بعبده بعد الأمر صار مفروغ منه، وأنا بقول لك ما يلي. هل يعقل حسبي أنه 14 أدار والكتائب والقوات اللبنانية والمستقبل وكل القوى وقبلت أنه ما تحط البيان بالبيان الوزاري إعلان بعبده، هل يقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن لا يكون إعلان بعبده جزء لا يتجزأ من البيان الوزاري، وهو الذي ناضل وجاهد وسعى لأن يكون إعلان بعبده جزء من مستندات ووثائق جامعة الدول العربية ومن مستندات ووثائق الأمم المتحدة، أنه إعلان بعبده بيكون موجود ببيانات نيويورك وببيانات القاهرة وببيانات الاتحاد الأوروبي ببروكسل وبستراسبورغ، وما بيكون موجود إعلان بعبده بقصر بعبده بالبيان اللي بده يصدر عن قصر يعني بعبده. يعني بتعتبرون رئيس سليمان وموقفه ضماني يعني بهالإطار؟ يعني طبعا ضماني، وضماني أساسا رئيس سليمان هو بحد ذاته ضماني للبلد بمواقف اللي عم بيخدها بالخط الوطني الغير منحاز إلى هذا الفريق أو ذاك، ضماني. وأعتقد أنه
هو ما بيقبل انه بيان وزاري ما يتضمن. بس كمان في شغله تتعلق ب يعني بدور وصلاحيات كرئيس جمهوريه او الرئيس المكلف، يعني عند صدور المرسوم بطلت القصه بيد رئيس الجمهوريه ورئيس ما في صياغه بيان وزاري طبعاً ستقوم بهذا الموضوع، يعني ما بيعود الرئيس سليمان قادر يفرض يمكن شرطه او يغير مساله تاليف الحكومات والالتزامات السياسيه. من مساله عقاريه ما بيتم البيع الا ما تروحي عند كاتب العدل ويصير في امضه ومبرم وتحطي رعبون وتجيبي تشيك بنكير. تأليف الحكومات والعلاقات بين القوى السياسية يقوم أولا على الوعود، على التطمينات وعلى الالتزامات الشفوية والشرفية. ثانيا يقوم على اتباع الأصول الدستورية. وبموضوع الحكومة في لجنة البيان الوزاري، وأعتقد أن لجنة البيان الوزاري ستكون لجنة، ما بدي أقول جبهة حوار، ولكن هيئة حوار للنضال من أجل أن يكون البيان الوزاري أفضل ما يمكن الحصول عليه في هذه المرحلة. على أما إذا بدنا نعمل البيان الوزاري قبل تأليف الحكومة، ساعتها ما في لزوم للجنة تحضير البيان الوزاري، وهذا أمر ما عرفه لبنان بتاريخ تأليف هو الحكومات. هو البيان الوزاري بيتضمن مش بس هذا الموضوع، بيتضمن طبعا مجموعة في كتير أمور، بس هيدي النقطة يعني اللي تحديدا فريق 14 أدار حريص عليه، وبيعتبر فريق 14 أدار بركي، ما بعرف إذا أنتم كمان هيك بتعتبروا، يعني حسب ما قريت أنه هذا الفريق يعتبر أنه بمجرد أن يلتزم أو أن يقبل حزب الله بورود إعلان بعبدة في البيان الوزاري والتخلي عن ثلاثية الشعب وجيش مقابل، هو بداية انسحاب من سوريا أو إعلان نية للانسحاب من سوريا. يعني ما بدي روح بالتفاؤل لهالدرجة. انسحاب حزب الله من سوريا بيتم لمن بينسحب من سوريا، نعم، مش لمن بيقول أنا ملزم فقط بإعلان بعبدة. ولكن هالأمر هيدا بذكرني بالبيانين الوزاريين يلي صدروا بعد انتخابات 2009، واحد قبل 2009 بعد حرب 2006، لمن 8 أدار أصرت على عدم ذكر القرار الدولي 1559 بالبيانين الوزاريين لحكومتي الرئيس سعد الحريري وقبله الرئيس فؤاد السنيورة. نعم. وتم إيجاد تسوية لهالموضوع هيدا بذكر القرار 1761 بما يتضمنه من قرارات. ليه؟ لأنه 1901 مش 1760، 1701 بيتضمن 1559، فكان ذكر 1701 يعني بيتضمن 1559 بدل عن الذكر المباشر لل 1559. إذا في الأرقام، في الكلمات، في النيات كمان هي يلي ممكن تؤدي الى حل. يعني كم اكثر من هيك، ثلاثيه الجيش والشعب والمقاومه قد ايه عمره من سنه، من حكومه 2008 بعتقد. نعم. طيب قبل 2008 كان في مقاومه وبس، كان في حزب الله وبس، لا كانوا معترفين حزب الله لا بالجيش ولا بالشعب. اذا لهالسبب عم نقول له يعني ما تستعمل هالثلاثية وتجعلها حاجز أمام تلاقي اللبنانيين. تخطى هالثلاثية ونحن نعطيك من خلال الشرعية الدور السياسي يلي لازم تتمتع فيه في كممثل. يعني في تناقض بموقف، خليني أقول قوى 14 دروته بتقول يعني أو ترفض معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وبنفس الوقت تعتبر أنه ذهاب حزب الله إلى سوريا نقض هذه المعادلة. يعني أين الجيش وأين الشعب في موضوع القتال في سوريا؟ يعني في هون كمان تناقض. أنا بتمنى على يعني يلي عم بيكتبوا عن 14 أدار وعلى 14 أدار إنه عوض ما تعطي الصورة إنه هي عم تتراجع وهي عم تتنازل، طيب نشوف غيرنا كمان شو أعطى كمان على الصعيد الجوهري. يمكن نحن بمرحلة معينة أو البعض من مكونات 14 أدار على السقف، ولكن كان دائما رئيس جميل يقول لهم
احفظوا خط الرجعة، لأنه بيعرف من خلال تجربته أنه بالنتيجة لابد لللبنانيين من أنه يجلسوا مع بعضهم البعض. اليوم لمن حزب الله بيقول قبل ثلاث أسابيع أنه إعلان بعبدة حبر على ورق، بيرجع يمشي بإعلان بعبدة، هيدا شو؟ هيدا تنازل شكلي أو تنازل جوهري؟ تنازل جوهري. لمن إعلان بعبدة ما في ذكر للجيش والشعب والمقاومة، وبيقبل فيه 8 أدار، هيدا تنازل شكلي أو تنازل جوهري؟ بس كمان بيقدر حزب الله يتصرف مثل ما تصرف مع إعلان بعبدة عندما وافق عليه وتنصل، ويرجع هون المعركة يعني السياسية. هون المعركة السياسية. إذن العملية منا عملية جمل، وأنا باعتقادي لازم يصير في إعلان نيات، وإعلان نيات بلش يجي. وتانيا على لجنة بيان، صياغة البيان الوزاري إن تكون لجنة شجاعة محنكة قادرة على النقاش، وما تمرر أي شيء نعتبره بمس بالدستور اللبناني وبسيادة الدولة اللبنانية يعني الداخلية يعني والخارجية. بتتوقع أنه يتم تأليف الحكومة قريبا بركي الأسبوع المقبل؟ إذا أنا من نوع يمكن التنين يكون الموعد الحاسم لمعرفة فعلا حقيقة ونهائية موقف الرئيس سعد الحريري من هذا الموضوع. مدام دولي، من 10 أيام هل كنت ممكن تتصوري أنه حكومة 8-8-8 ما فيها سلس ممكن تطلع؟ تاني يوم فجأة شفت إعلان بالجريدة، اليوم كل شيء يشير إلى أن الحكومة ستولد قريبا جدا، ولكن قد يحصل تطور ما ونعود إلى نقطة الصفر، وهذا ما لا يتمناه اللبنانيون. أنا بعرف أنه اليوم في كتير جزء من الرأي العام يمكن ما يكون حابب هالنوع من الحكومات، وفي جيل معين يمكن قد ما صار في تجييش لإله منه محبز هالنوع من الحكومات. أنا بفهمه، وأنا يمكن بقلبي كمان عندي هالشعور، لأنه ما يعني أنا محبط من وقت ما وقفت المقاومة اللبنانية، يعني ما عم بقدر أقاوم بقى. إذن أنا بزايد على الشباب أكتر ما بتتصور، ولكن مدنية هلا. ولكن أنا بسأل، هل التجار بدهم حكومة أو لا؟ هل النقابات بدها حكومة أو لا؟ هل أصحاب الفنادق بدهم حكومة أو لا؟ هل أصحاب المطاعم بدها حكومة أو لا؟ هل أصحاب المصانع؟ هل الناس العاديين؟ إذن في مسؤولية كبيرة اليوم، هل الموظفين والمعلمين اللي ناطرين سلسلة الرتب والرواتب وإلى آخره. بدنا نتوقف مع فاصل إعلاني أول، أستاذ سجعان، نرجع نتابع نحن وياك. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع أستاذ سجعان. إزي يعني برجع بسأل أستاذ سجعان، يعني أنه إذا أعلن الرئيس الحريري نهائيا الخميس أو الاثنين أنه ممكن تكون له الجمعة، ألا في موقف مسيحي بعده ملتبس؟ خليني أقول إذا كان موقف الكتائب واضح، إلا أنا موقف القوات اللبنانية بعده كأنه متحفظ، وأيضا العماد عون من الفريق الآخر. بس قبل ما أحكي بهذا الموضوع ننتقل إلى الضاحية الجنوبية، حيث يتم وضع الحجر الأساسي محطة كهرباء الضاحية الجنوبية برعاية حضور الوزير جبران باسيل، والنائب علي عمار يتكلم الآن. مسؤول منطقة بيروت الصديق العزيز المجاهد السيد حسين فضل الله المخاتير، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعز علي ونحن في كنف إنجاز كبير طالما انتظرته الضاحية عشرات السنين، أن يكون هذا الإنجاز مترافقاً مع الشهادة استمراراً وتجدداً في كل يوم. تعلمون ويعلم الجميع إن كل ذرة تراب في هذه المنطقة المنيعة مجبولة بدماء الشهداء، إن كان في مواجهة العدو الإسرائيلي
أم في مواجهة الوجه الآخر للعدو الإسرائيلي وهو وجه التكفير والإرهاب الذي بالأيام الماضية وبالأمس واليوم لم يبقي منطقة في لبنان ولا طائفة في لبنان ولا فريق في لبنان ولا فئة في لبنان إلا وأنبت أنيابه القذرة في أجساد أبنائه كبارا نساء شيوخا أطفالا من طرابلس إلى عرسال إلى الضاحية إلى ستاركو إلى صيدا إلى كل مكان لأن هذا الوحش غذاؤه الأوحد هو الحقد والتطرف والدماء واستباحة الحرمات والكرامات ولذا نحن في أمس الحاجة أن نسرع الخطى بسعي حثيث متضامنين متكافلين متحدين من أجل حماية لبنان ومن المفاخر أن أهل هذه المنطقة كغيرهم من أخوانهم اللبنانيين يعشقون لبنان بلدا نهائيا لكل أبنائه يعشقون تراب لبنان يعشقون علم لبنان يعشقون جيش لبنان يعشقون إخوتهم في المواطنية على مساحة كل الطوائف والمذاهب والمشارق ولذا من خلال هذه المنطقة وأهلها بكنائسها ومساجدها بمسلميها ومسيحييها لا نملك إلا أن نتوجه إليك أيها الصديق العزيز معالي الوزير جبران باسيل ببالغ الشكر والامتنان على ما أوليته من اهتمام وجدية على مستوى هذا المشروع لماذا أقول ذلك؟ لك خصوم كثر يأخذون عليك وتأخذ عليهم إلا أنني اعتدت أن أشهد دائما الشهادة التي فيها لله رضا لا أطمح لشكر من أحد الوزير جبران باسيل ما مسك ملفا منذ أن دخلت هذه التجربة التيار الوطني الحر إلى حياة السلطة الإجرائية والسلطة السياسية وزراء التيار الوطني الحر أقولها بمنتهى الصراحة والوضوح والجدية ولا أريد جزاء ولا شكورا ما مسكوا ملفا إلا وكانوا في أعلى درجة الإحاطة والجدية في التعامل معه من الاتصالات إلى الطاقة والكهرباء ولكن للأسف الشديد اعتدنا على ثقافة رشق الشجرات المثمرة في لبنان هذه هي الثقافة اللئيمة التي هي في لبنان هذا المشروع أيها السادة يا أبناء الضاحية وأغتنم الفرصة ليرحب به من بلديات موجودة هنا تمثل فيما تمثل لبنان كل لبنان من رأس المتن إلى فرن الشباك إلى الحدث إلى كفر شيمة إلى بعبدة إلى الحدث إلى حارة حريك إلى الغبيري إلى برج البراجنة إلى المريجي وتحويط الغدير كلهم والشيخ كلهم أجدهم فيما بيننا الآن وهذا يعطيني جرأة الكلام أكثر من غيره
هذا المشروع أيها السادة أقر سنة 2000 سنة 93 بقانون يسمى 246، سمي قانون إنماء الضواحي. أكثر من 15 عاما ونحن في كفاح ونضال ومساءلة واستجواب وأخذ وعطاء ومد وجذر في حالات الفتور السياسي وفي حالات البرودة السياسية. هو قانون، ولكن كانت تأبى السلطات في تلك الأيام تنفيذ هذا القانون. أطلق سراح هذا القانون، خرج إلى حيز الحياة هذا القانون، وهذا يكفي ويغني عن الشكر والوفاء يا جبران باسيل. أطلق في عهد الوزارات التي تولاها التيار الوطني الحر من أيام ألان طبريان إلى أيام جبران باسيل. كان مقبوض عليه، تسأل فلا من يجيب، تسائل فلا من يحاسب، تستجوب من كانوا في قمة ما سمي حينها سلطة الوصاية، يعني كانوا حلفاء متحابين متضامنين متكافلين. كان من يسمونه وصيا في تلك الأيام، أعني السوري يا أخوان، كان يضغط علينا من أجل أن لا نوصل سؤالنا للحكومة أو للوزير المختص إلى استجوابا حتى لا تطرح الثقة بوزير أو بحكومة، دفاعا عن تلك الفئة التي الآن أصبحت سيدة حرة مستقلة. شكرا لك معالي الوزير. هذه المحطة تنتظرها الضاحية بفارغ الصبر، انتصرها الشهداء الأشراف الأماجد الذين ارتقوا إلى ملكوتهم الأعلى ولم تحن لهم الآجال أن يشاركونا في هذا الاحتفال، إلا أنني أعتقد أن أرواحهم تضللنا الآن. مشاهدينا الكرام، نكتفي بهذا القدر يعني من الموضوع، وتتابعون وقائع يعني هذا الاحتفال الذي يحب أن يتابع وقائع هذا الاحتفال على LBC بلوجو الأبيض. ما لازم يصير في تغلبط بالضيوف بهيك قضايا؟ لا يعني ما نعتذر منك طبعا، لأنه هو المناسبة يعني في قلب الضاحية الجنوبية، وفي كلام يعني توقعنا يكون في شيء كلام سياسي يتعلق بالحكومة لم يحصل، مشان هيك إعلان الحكومة منه رح يكون من الضاحية، رح يكون من قصر عبدة، يمكن لأنه موقف حزب الله لم يعلن ردا على الموقف الذي أعلنه الرئيس سعد الحريري. يعني حزب الله لم يعطي موقفا بعد، الموقف جاء على لسان الرئيس نبيه بري. برأيك أنه الرئيس نبيه بري يعبر بنفس الوقت عن رأي حلفائه في 8 أدار؟ طبعا في وحدة 8 أدار، ويبدو من خلال الاتصالات اللي صارت بالأسبوعين الماضيين حول تأليف الحكومة، يعني تم تفاهم بين حزب الله وحركة أمل على أنه الرئيس بري ما يقوله يعني الحزبين، الحزب والحركة. وحتى الآن أظهرت المشاورات أنه هالالتزام ساري المفعول، يعني ترحيب الرئيس بري بكلام الرئيس سعد الحريري يجب أن ينساب على موقف حزب الله.
بس كمان في عنده نرجع هون لموضوع العقدة المسيحية، يعني بعد الاحتلال مثلا التيار الوطني الحر لم يعلن موقفه، هلا كمان يمكن ما هيدي بتتعلق ب يمكن اتصالات الحلفاء فيه والاتفاق بيناتهم، وفي موقف كمان المسيحي يعني صحيح. لأنه أول من أعلن المشاركة إلى جانب حزب الله في الحكومة كانت القوات اللبنانية ولا زالت على موقفها المشاركة رفضت المشاركة. وما زالت لا زالت على موقفها إلا إذا تغير شيئا يعني باليومين، لأنه كمان يمكن قد يكون هناك أجواء منقول اليوم إنه بالرغم من هذا الموقف المبدئي إذا التزم حزب الله بيمكن البيان الوزاري بحسب ما تطالب ربع قوى 14 من أدار قد تشارك القوات اللبنانية. ما بعرف يعني نتمنى نحن نتمنى انه حزب القوات يكون مشارك في هذه الحكومه. ما في تنسيق يعني بين القوى المسيحيه في 14 اذار؟ في تنسيق واتصالات دائمه بين حزب القوات وحزب الكتائب، وفي اتصالات مباشره وشبه يوميه. طبعا الدكتور جعجع عنده تحليله للامور وموقفه، ونتمنى انه هالمواقف بالاخر تلتقي مع بعضها. وانت مثل ما بتعرفي اذا كانت القوات موجوده ونحن مش موجودين كأن نحن موجودين، واذا الكتائب والمستقبل موجودين كأن القوات موجوده، وليس الموقف هو الكرسي انما ما يصدر عن الكرسي من مواقف. يعني دخولنا الى الحكومه نتمنى يكون شامل، ولكن اذا ما كان شامل بيكون ممثل لكل الأطراف. بس ساعتها ما بيكون يعني هيقول أنه شعبيا يعني خلينا نقول ناس أقرب لجو يعني عدم القبول، لأنه عاشت أي ناس مدام دولي. أنا قلت لك أنا بفهم، أنا إذا رجعت الرأي العام يعني شو الرأي العام، خلينا نحكي فترة أنه ما بنقبل وما بنقبل وما بنقبل، فجأة لا خلينا نحكي عن هالرأي العام. الرأي العام أنا بفهم، أنا بفهم أنه يكون في رأي عام رافض، وبفهم أنه يكون في بعض السياسيين رافضين، ولكن الرفض هو منه موقف، هو بداية موقف. الرفض بده يستتبعه حركة سياسية، عصيان مدني، مقاومة مدنية، تغيير موازين قوى. هل إذا رفضنا مستعدين أو قادرين نمشي بهالخط هيدا؟ أنا بكون أول المنضم إلى هالحالة هيدي. أما إذا ما زبطت هالمعادلة هيدي لازم نلتقي مع بعضنا. والرأي العام أنت بتعرفي الرأي العام في عدة أراء عامين، في رأي عام معين يمكن مجيش، قلت لك بالحلقة الأولى بالقسم الأول مجيش من حوالي 10 أشهر ما بدنا حكومة، ما بنقبل إلا إذا، ما بنقبل إلا إذا، وإذا تفاجأ بتغيير الموقف عند بعض الأطراف. نحن بنعتقد أنه الرأي العام اليوم بده أمن واستقرار، وهالأمن والاستقرار ما في تم من دون وجود حكومة. لأنه اليوم إذا ما في حكومة جامعة يلي رح ياخذ القرار بالبلد ليس حكومة تصريف الأعمال، نعم، ولا رئيس الجمهورية ولا الجيش، إنما القوى الموجودة على يمين كل طرف ويلي هي بدها تصعد الأوضاع، نعم، بالبلد. وعم نشوف هل هي صدفة إنه أول ما صار في تفاهم على الحكومة الجامعة بلشت الانفجارات، واحد بالهرمل، واحد بعرسال، نعم، وتحركت جبهة طرابلس وتحركت الحدود اللبنانية السورية. إذن في أطراف متطرفة على يمين كل فريق بدها تفجر الأوضاع. ننتبه على هالأمر. نعم. هيدا نعم. بدي اعتذر كمان من جديد أستاذ جعام، بدنا ناخذ كمان شوي من كلام الوزير جبران باسيل في الاحتفال زميلنا المنطقة، وبالذات لأنه توقعت تاني يوم التفجير الإرهابي اللي حصل بالضاحية الجنوبية. يومتها أصريت تنقول الرسالة التالية، هن بيفجروا ونحن بنبني، وهيك بنبقى وهيك بنستمر وهيك بنصمد وهيك بنعمر لبنان. أهمية هالمحطة كتير كبيرة بمعناها الكهربائي، مش بس هي بحد ذاتها، لأن هي
من ضمن مشروع خطة الطوارئ بالكهرباء يلي نعمل فيها قانون، إذا بتتذكروا كلكم سوا، أقر بشهر 10/2011 لقانون 181، ونحطت من ضمنه هالمحطة ومحطات النقل لأن بحالة طوارئ ضرورة إنشائها. وهالمشروع هيدا يلي بتتذكروا قديه عينينا تأقر وقديه حملنا حكي وتجني وكذب علينا يوم إقراره وما بعد إقراره لحد اليوم. نحن مع إطلاق هالمشروع بدنا نقول إنه كل المشاريع يلي مرتبطة بخطة الطوارئ هي انطلقت مشاريع إنتاج ونقل. الإنتاج في أكثر من 810 ميجاوات، يعني أكثر من 50% من الإنتاج الحالي للكهرباء بلبنان عم يضاف. بالنقل في مشاريع لنقل الكهرباء وزيادة قدرة النقل بحوالي 1000 MVA، وكل هالمشاريع هيدي كلفتها طلعت أقل من الاعتمادات المرصودة لها. في عنا وفر بالإنتاج والنقل حوالي 65 مليون دولار، وبقي عنا بهالمشروع 181 ما يزيد عن 100 مليون دولار تنعمل فيهم مشاريع كهربائية إضافية. هيدا كل الحديث يلي انحكى وقتها عن الشفافية وعن كيفية إدارة المناقصات وتعمد تفشيل الإدارة اللبنانية بإمكانية أن تعمل مناقصات بشفافية. النتيجة طلعت هيدا يلي عم نقوله، في وفر وفي أسعار تقدروا تسألوا عنها كل المتخصصين بقطاع الكهرباء بالعالم. إذا لبنان ما حقق مع أفضل الشركات ومنهم الشركة اليوم الوطنية متلاك اللي هي شركة عالمية بخبراتها بقدراتها وبانتشارها بعشرات الدول بالعالم، إذا ما حققنا أفضل المشاريع وأفضل الأسعار، وزيادة عن هيك حققنا إمكانية اقتراض من مصارف عالمية وصناديق كمان عالمية بفايدة 3%، يعني أكثر من نصف الفايدة يلي عم تقترضها الدولة اللبنانية من المصارف اللبنانية. وبتسمعوا بعضكم لليوم تشكيك بالوزارة وبالوزير إنه لم يحسنوا تطبيق القانون، وكأنه هالمشاريع كلها سوا منها عم تجي بالخير وبالفايدة العامة على الشعب اللبناني. أهم من هيك إنه هالخطة كمان خطة الطوارئ هي ضمن خطة عامة للكهرباء عم تستكمل بكل مراحلها وبكل مشاريعها تيكون في عنا كهرباء بعد سنتين 24/24. هيدا الأمر انطلق ولا عودة فيه إلى الوراء، ولكن هيدا بحملنا كلنا سوا مسؤوليات كبيرة، وخاصة المواطنين يلي تعودنا نحكي معهم بصراحة مثل ما هني بيحكوا معنا بصراحة، ونحن اليوم بمنطقة متهم. أيضا مشاهدينا استمعنا إلى بعض من كلمات الوزير جبران باسيل في وضع الحجر الأساسي محطة كهرباء ضحية الجنوبية، وتتابعونها أيضا على الشاشة على اللوجو الأبيض، البي سي لوجو الأبيض. بنتوقف مع فاصل إعلاني ونرجع بنتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع أستاذ سجعان أزي. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع نائب رئيس حزب الكتائب استاذ سجعان الأزي. استاذ سجعان، يعني إذا شاركت الكتائب في الحكومة ولم تشارك القوات اللبنانية مثلا في الحكومة، أولا هل حسمتم من سيكون من ترشحون يعني كوزير في الحكومة العتيدة إذا ما تشكلت؟ لأنه حق كمان انطرح اسمك وانطرح اسماء أخرى ريناها بالصحف.
الحقيقة هيدا القرار بيعود إلى المكتب السياسي وإلى رئيس الحزب شخصيا، وأكيد رح يكون ممثل حزب الكتائب بالحكومة كتائبة من الحزب يعني، لأنه أحيانا بعض الأحزاب تعين أصدقاء. نحن هالتقليد بحكومة سياسية ما عنا إياه، لو بحكومة حيادية كان هالأمر مطروح، ولكن بالتأكيد الكتائب دايما كانت تعطي مرشحين للوزارة يلتزموا بخطة ويخدموا القضية الوطنية، وكل واحد بيجي بيكون اسمه سجعان، وكل واحد بيجي بيكون اسمه سامي جميل، وكل واحد بيجي بيكون اسمه بيمثل كل رفاقه. هيدا أمر بيبت وقت البحث بالحقائب ونوعية وحسب الحقائب. هل في حقائب معينة يعني تصرون عليها؟ لأنه بكرة نخلص من صيغة الاتفاق على يعني التشكيلة أو المبدأ ومنفوت بالتفاصيل، والشياطين تكمن في التفاصيل. يعني طبعا حزب الكتائب بيتمنى أنه يحظى بحقيبة قادر من خلالها يخدم، علما ان الخدمه لا يعني لا تحسب فقط على نوعيه الحقيبه بقدر ما تحسب على قدره الوزير على القيام بواجباته. ولكن معروف انه هالحقائب السياديه الاربعه كيف رح يتم توزيعها، ونحن بنعتبر انه كل الوزارات وزارات مهمه. المهم الوزير أكثر من الوزارة، ولكن هذا ما بيمنع أنه لازم الكتائب تأخذ حقيبة بمستوى المرحلة الحالية. وأنا نحن بنعتقد أنه كل الوزارات سيادية، يعني ما في وزارة منا سيادية، وكل الوزارات قادرة تكون مفيدة. وبتذكر سنة 1971 لما انتخب فخامة الرئيس الله يرحمه سليمان فرنجية، وألف حكومة وعين الوزير جورج سعادي كمان الله يرحمه وزير تصميم. المكتب السياسي عمل تحفظ واعترض واستمهل بالجواب، لأنه الرئيس جميل الشيخ بيير وقتها كان مسافر. لما رجع الشيخ بيير على بيروت وبالمطار سألوه شو رأيك بإعطاء الكتائب وزارة التصميم، قال لهم هيدي مش وزارة، هيدي سوبر وزارة، هيدي أهم وزارة. إذن مش المهم رأي نظرة الرأي العام إلى الوزارة، المهم قدرة الوزير على صنع من وزارته وزارة مهمة. نعم، بس كمان يعني في خلينا نقول اتصالات أو مشاورات بين الحلفاء نفسهم على كيفية توزيع يعني المواقع. حسب معلوماتي مرحلة الأسماء لم تحسم نهائيا، ومسألة الحقائب لم تحسم نهائيا. ما تنسي أنه امبارحة عشية صار في قرار سياسي واضح من الرئيس سعد الحريري، واليوم مستمرة الاتصالات مع بعض القوى الحليفة المتحفظة على أنها بتخرج عن تحفظها حتى ليكون المشاركة جامعة. وبعتقد أنه لمن الأمور بتستوي وبينطرح الموضوع على حزب الكتائب وعلى غيرنا من الأطراف، كل طرف بيحدد اسم الممثل يعني تبعه والحقيقة. إذا ما حصل تجاوب لا يعتبر ذلك شق صفوف في ضمن قوى 14 أدار، في سابقة خصوصا المسيحية. في سابقة وما أدت إلى شق الصفوف هي سابقة هيئة الحوار الوطني، لمن كل 14 أدار شاركت في هيئة الحوار الوطني، وارتقى الدكتور جعجع انه الحزب القوات ما يشارك بهيئه الحوار الوطني، وما ادى هالامر الى سقوط 14 ادار او الى زعزعه العلاقه بين قوى 14 ادار، لبل الحزب القوات اللبناني كان اول من ايد اعلان بعبده لمن صدر عن هيئة الحوار اللي هو مشترك فيها. ولكن رغم يعني كل النفي يعني أوقات اللي بيطلع أنه
حزب الكتائب ليس متميزا عن حلفائه خصوصا المسيحيين منهم، بيرجع يعني بيقول حزب الكتائب هو الان كان سباق في طرح كل هذه المواقف التي تعبر عن التي يعني اليوم خلينا نقول ما يقوم به الحزب يعبر عن هذه المواقف، خصوصا مثلا ما حصل في الدعوة إلى السفارة الإيرانية، وكان وزير الخارجية الإيراني في لبنان. نعم. حضرتك لبيت هذه الدعوة وكنت موجود يمكن الوحيد من قوى 14 أدار في هذه في هذا العشاء، وحتى سمعت لك تصريح بنفس النهار بتقول فيه إنه من ليس له ثقة بنفسه هو الذي يخاف من الحضور إلى عشاء السفارة الإيرانية. هذا التصريح مجتزأ. أنا قلت نحن عندنا ثقة بأنفسنا، وين ما منروح ما منخاف ان نتأثر ببيئة معينة، نحن منأثر ما منتأثر، واذا كان في البعض بخاف ما عنده ثقة بنفسه موضوع. واضفت اما حلفائنا في 14 اذار يلي وجهت لهم الدعوة واعتذروا، فاعتذروا لاسباب امنية وابلغوا السفير الايراني بالاسباب. إذا ولكن بتعرف بالتلفزيون لما بتكون حلقة طويلة مثل هلا فيك تعبري عن رأيك بكل وضوح بروبورتاج بيقطشوا هالتلفزيونات. وكانت هل أنا بعتقد إنه دعوة وزير خارجية إيران لفخامة رئيس الجمعية كانت دعوة بمحلها، خاصة إنه إيران كدولة عم تبدي انفتاح على حزب الكتائب وعلى الرئيس الجميل تحديدا. ولما رحت حضرت العشاء مع وزير خارجية إيران واللقاء اللي حصل معه، وكان وليد بيك جنبلاط وكان في المطران بولس مطر، أنا فهمت أنه في دعوات وجهت إلى أقطاب في 14 أدار، ولكن ظروف الأمنية حالت دون حضور شخصيا. إذا أنا بعد أنه كل قادة 14 أدار عندهم ثقة بأنفسهم وقادرين على اتخاذ القرار المناسب، ولو ما يكون في ظروف أمنية كانت العشاء كان أوسع. والدليل أنه السفير الإيراني يقوم بزيارات شبه منتظمة لدولة الرئيس فؤاد السنيورة ولا شخصيات أخرى من 14 أدار. فنحن ما عندنا، بتعرف الكتائب ما عندها مشكلة بالتعاطي مع الآخر، ما عندها مشكلة. نحن حزب الحوار بامتياز وحزب النضال والمقاومة بامتياز. من 1936 الكتائب مد إيدا إلى الآخر، وحزب الكتائب بناضل ضد من يريد شيء من سيادة لبنان. لا بالحوار فشلنا ولا بالمقاومة فشلنا، لا بالحوار خنا اللبنانيين ولا بالمقاومة خنا اللبنانيين. ونحن واليوم طيب انه اذا ما رحنا على عشاء وزير خارجية ايران، ايران ما عادت موجودة، الوزير ما عاد اجى على لبنان، ايران ما عندها تأثير بقى على لبنان، ما العالم كله عم يتعاطى مع ايران. نعم. امريكا، الخليج، اوروبا، اسيا، الامم المتحدة عم بيقعدوا مع بعضهم. الرئيس اوباما الرئيس روحاني على طريق المطار واتصل فيه على التليفون وقال له ليه ما التقينا سوا. بقى وقفت القصة على إذا نحن منعترف بإيران أو لا. بدها شوية تواضع وبدها شوية واقعية، وعلما أنه أنا بقلك يا ريت كان اجتماع بعشاء السفارة الإيرانية بين الرئيس جميل والسفير الإيراني، يا ريت كان اجتماع مفتوح تتشوفي كيف أمين جميل مع حفظ الألقاب بيحكي بهالاجتماعات، كأنه عم بيحكي ببكفية، كأنه عم بيحكي بالأشرفية، كأنه قائد مقاومة لبنانية. نحن وين ما منروح ما منغير خطابنا. نعم. فيك تبقي محلك وتساومي، وفيك تروحي وين ما كان وتحافظي على ثوابتك. هيدا نحن بالكتائب وما رح نغير لا تاريخنا ولا سلوكنا، خاصة انه الاحداث عم تعطينا حق بكل تواضع، ما بدنا ندعي ونتشاوف، بس الاحداث عم تعطينا حق مدام دولي. نعم. طب يعني بس اليوم بعض بيشوف انه هذه ابقاء هذه القيود التواصل موجوده، شعرة معاوية ايه مع جميع مع جميع الاطراف يعني موجوده، هي كمان قد تكون مناسبه للتحضير للانتخابات الرئاسيه. ليلى ايضا تزعلي او انا بزعل اذا وصل الرئيس امين جميل رئيس الجمهوريه
أنا طبعا أنا رئيس جمايل ما أعلن ترشيحه. نعم. ولا أنا بسمح لحالي أعلن ترشيحه. ولكن أنا بتمنى أنه رئيس جمايل يصير رئيس جمهورية. هل بيخسر لبنان إذا كان في على رأسه رئيس مناضل مجاهد منفتح يدرك مفهوم الدولة مفهوم المؤسسات عنده علاقاته العربية والدولية وعنده تواصل مع الجميع بيتحلى بالشجاعة لمواجهة التحديات وبالمرونة للتعاطي مع المعطيات. من سيقرر هذه المرة في رئاسة الجمهورية في انتخابات رئاسة الجمهورية برأيك؟ يعني حبذا كمان انه لو كان ال 128 نايب وحدهم بيتسكر عليهم بيتسكر على الكرادلي وما بيخرجوا الا بانتخاب رئيس جمهورية لبنان. ولكن تعرفي لبنان حالي دولية. نعم. وحالي إقليمية وحالي عربية وحالي عالمية. وارتباطات قوى لبنانية بالمحاور الخارجية بيجعل أنه في دول إلى تأثير بكل صراحة على الانتخابات في لبنان. في طلعتهم أمريكا أوروبا السعودية إيران سوريا إلى آخره بقى. وفي نوعية من المرشحين كمان ممكن تكون مونتيكار لا دور في اختياره بقى. إذن في عندك كتير معطيات بدها تتداخل ببعض البعض. بس ماذا عن يعني الدور المسيحي خليني أقول؟ احنا عم نحكي عن الدور الخارجي. الدور المسيحي طبعا دور أساسي. أنا أعتقد أنه المسيحيين أمام اليوم فرصة أنه يختاروا هني الرئيس أو يطرحوا على الآخرين الرئيس اللي بيفضلوه. لأنه اليوم في وضع سني وشيعي عم وفي صراع. ويمكن اليوم الواقع السني والواقع الشيعي بهمه أنه الدور المسيحي يرجع يكون فاعل في لبنان. لأنه بقدر ما الدور المسيحي بيكون فاعل بقدر ما بيصغر الصراع السني الشيعي. وإذا المسيحيين كان عندهم كقيادات الوعي الكافي والمسؤولية الكافي يفترض أنه يتفاهموا على اسم أو اسمين ويطرحوه على الآخرين. لأنه الآخر هو جزء من عملية الخيار. نحن ما عم ننتخب مدام دولي بترك ماروني حتى لا فقط الأساقف الموارني يجتمعوا وينتخبوا رئيس جمهورية. نعم. ولا كمان مثل ما قلت بحلقة سابقة انه السنة عم ينتخبوا مفتي حتى للمفتي يختار من قبل رئيس جمهورية لبنان. صحيح مسيحي ماروني ولكن هو رئيس لكل اللبنانيين. واساسا انا كمسيحي ماروني لا اقبل الا ان يكون شريكي جزء ليتجزأ في عملية الاختيار. بس في ظل هذا الانقسام يعني الحاصل حاليا وحتى في صفوف المسيحيين ومن كل صف في مرشح كمان مطروح للرئيس كيف بده يتفقوا بقدر على التقدم بمرشح. بقدر ما بيلتقوا القيادات المسيحية على اختيار الرئيس او على الاقل على وضع المواصفات للرئيس الذي تحتاجه البلاد برعاية البطريرك بقدر ما التأثير الخارجي والتأثير الآخرين بخف وبقدر ما نحن منختلف مع بعضنا على التوافق على شخصية مارونية يمكن أن تجسد طموحات اللبنانيين في منصب رئيس الجمهورية بقدر ما الآخرين يمكن يتفقوا ويقولون تفضلوا هذا الاسم مثل ما صار بعهود سابقة. نعم. وبمحطات لاستحقاق رئيس جمهورية سابقة. أنا بعتقد باختصار كلي أنه على المسيحيين أن يتوافقوا على موضوع رئيس الجمهورية ولكن لا يجب ولا يجوز أن يحتكروا عملية اختيار الرئيس. هيدا رئيس المسلم مثل المسيحي بده يشارك باختياره. ونحن دور المسيحية بلبنان انه هني مثال المشاركة. نعم. ما اساسا لمن قال البترك الحويك بدنا لبنان الكبير كان عم بيقول لهم يا مسلمين تعوا تشاركوا معنا بهاللبنان هيدا. واليوم نحن لمن بدنا نقول لهم نحن بدنا نختار وحدنا رئيس جمهورية لبنان عم نتراجع عن فكرة لبنان الكبير. يجب أن نتفق مع بعضنا البعض ولكن
الشيء الأساسي اللي نحن بنتمسك فيه أنه ما بدنا رئيس حيالله. أولا لأنه يجب على الطائفة المارونية أن تقدم أفضل ما لديها من شخصيات لهذا المنصب، وعلى الطائفة المارونية أن تحترم هيبة رئاسة الجمهورية، وخاصة لأنه المرحلة اللي عم بيمر فيها لبنان ما بتتحمل رئاسة الجمهورية. بس كيف بنميز بين المرشح الحيالله وبين المرشح اللي بيملك هذه المواصفات؟ مثل ما بتعرف الصحافي الحيالله والصحافي الأبضاي والمنيح، يعني القصة منا عملية جيومتري ورقم حساب ومعادلات. في أسماء أول ما بتقولي اسمهم بترتحيلهم، نعم. بيعطوكي ثقة، بيعطوكي اطمئنان، بتشوفي فيهم وش لبنان، بتشوفي فيهم وشك أنت، وش عائلتك وبيئتك ومحيطك، وش لبنان الحضاري الثقافي الراقي الموحد المحاور اللي عنده دوره ورسالته. وفي أسماء لمن بتنطرح أسماءهم بتحس أنه رايحين على شيء مساومة جديدة، شيء تسوية جديدة، انخفاض للسيادة، انخفاض للوطنية، انخفاض للاستقلال وارتهان للخارج. بس إذا كان الجميع بده يشارك باختيار هذا الرئيس أكيد ما رح يجي لا من 14 ولا من 8 يمكن ساعتها، بده يروح على بالضروري. يعني مرشح تسوية أو رئيس تسوية. أنا بقلك أنه مرشح التسوية ليس بالضرورة أن يكون من خارج 14 ومن خارج 8، لأنه التسوية ما بتصير على الاسم كاسم ولا على الشخص كشخص. التسوية بتصير على مشروع سياسي معين. يمكن حدا من 14 يقدر يحمل هالمشروع السياسي الجامع، وحدا من 8 يقدر يحمل هالمشروع السياسي الجامع، كما انه كمان خارج 14 و8 طبعا في شخصيات محترمة ومن قدرة، ولكن مش حكما انه لا 14 ولا 8. انا بظن انه ممكن يكون في رئيس من 14 وبيتوافقوا عليه الكل، أو رئيس من 8 ويتوافقوا عليه الكل. الخطر أنه يصير في رئيس كسر عظم بلبنان، هذا الذي لا تتحمله الدولة اللبنانية ولا الجمهورية ولا صيغة الحياة والمساق في لبنان. أي ظرف برأيك بده يملي يعني مواصفات الرئاسة المقبلة؟ أنا بعتقد أنه إذا نجحنا بتأليف حكومة كلبنانيين وكقوى سياسية سياسية حكومة سياسية، واتفقنا على حد معين من النقاط السيادية في البيان الوزاري، وما انفجرت هالحكومة هيدي بطريق تأليفها أو بطريق وضع البيان الوزاري أو فيما بعد نتيجة أحداث معينة بتصير بالمنطقة أو بسوريا تحديداً، بعتقد انه كمان فينا نكمل للاتفاق على شخصية بارزة يمكن ان تكون هي الرئيس المقبل لجمهورية لبنان. ولكن بكل الاحوال نحن نريد رئيسا ينتخب حسب الاصول الدستورية وباحترام الدستور. يعني طبعا هلأ يمكن بعد بكير شوي نرجع هذا الملف بده يرجع ينفتح يعني واسع من بعد تشكيل الحكومة إذا ما تشكلت. بس إذا لم تتشكل الحكومة وحصل يعني هون الخطورة، الافتراق هون الخطورة، يعني هون يعني عدم قلت لك ببداية الحلقة عدم تشكيل عدم القدرة على تشكيل حكومة سياسية اليوم من بعد هالتقدم اللي حصل معناتها هيدا إنذار مبكر على صعوبة حصول انتخاب رئيس. كما أنه تأليف حكومة سياسية اليوم والاتفاق على بيان الوزاري هو مؤشر مبكر على إمكانية حصول انتخاب رئيس. وأنا بعتقد أنه في استنفار دولي لحصول انتخابات رئاسية في لبنان، والاستنفار الدولي بلش وما لمستوه امبارح من خلال اللقاء مع لمسناه من خلال مع اللقاء اولا. يعني فرنسا منا بحاجة الى اعلان نيات وان بدها انتخاب رئاسة جمهورية بلبنان. على طول فرنسا كانت تحافظ على استقلال وسيادة لبنان وعلى انتظام عمل المؤسسات في لبنان. وزيارة الموفد الفرنسي إيمانويل بون إلى بيروت أمس، وواضحة أنه هن بهمهم تأليف حكومة
اللي عم بيتم البحث فيها. اثنين بهمهم هالحكومة تؤدي إلى استقرار أمني. ثلاثة هالاستقرار وهالحكومة يؤدوا إلى توافق على انتخاب رئيس جمهورية. وهالتحرك الفرنسي عم بيواكبه تحرك أوروبي جامع وعم بيواكبه تحرك أمريكي. وأنا فيني أقولك أنه الفاتيكان عم بيقوم بدور مهم بهالإطار من خلال اتصالاته مع أمريكا ومع أوروبا، ومن خلال استدعاء عدد كبير من سفراء الدول الممثلة في الفاتيكان وخاصة الدول العربية. وصار في اتصالات بين الفاتيكان وإيران بخصوص هذا الموضوع، والاتصالات الأولية إيجابية حتى هذه الساعة. إذن في إرادة دولية أنه يصير في انتخاب رئيس جمهورية للبنان. يبقى موضوع المحكمة الدولية ما حكينا فيه استاذ جعان، واللي طبعا شهدنا فصول الجلستين هي عم تحكي عنا. يعني اليوم نحن منا مطلوب منا نحكي بقى عن المحكمة، المحكمة عم تحكي عنا. يعني مبارح الادعاء البيان الاتهامي اللي قاله المدعي العام يعني مفحم بالحقائق والوقائع والاتصالات، وهلأ بفهم ليتم اغتيال الله يرحمه الضابط وسام عيد. لو كانت الاتصالات ما إلى قيمة، ولو كانت هالمكالمات الهاتفية ما إلى أي ما بتشكل قرينة دامغة، لا يختيل هالزلمة يلي هو كان عم بيركب هالآلة التكنولوجية والإلكترونية والمعلوماتية يلي أدت إلى رصد كل هالاتصالات هيدي. إذن اغتيال الضابط وسام عيد بيأكد مدى أهمية هذه الاتصالات. هذه رغم الاتصالات. أنه يعني الدفاع يعني يعتبر أنه هذه الاتصالات أنه أوكي في حركة اتصالات ولكنها فارغة المضمون وما في أدلة حسية يعني قدمها. يعني الدفاع بده يدافع عن المتهمين، الدفاع بده يعمل واجباته، ووكلاء الشهداء بده يقوموا بواجباتهم. المهم أنه هلأني ما حدا بقى عم بيحكي عن شيء اسمه شهود زور، وما حدا بقى عم بيقول في أقمار اصطناعية إسرائيلية فاتت على شبكة الاتصالات اللبنانية. بعدين أنا بفهم أنه يكون اتصال بينك وبيني على مرتين ثلاثة ما يشكلوا أدلة دامغة، ولكن لما بيكون عندك رصد اتصالات مدى أشهر طويلة مع عدد شخص مع عدد معين من الأشخاص بأمكنة مختلفة بوقائع بكلمات ومع تواجدهم محل ما بيكون، يعني من الصعب أنه نشكك بهالمعلومات. ولكن اليوم يجب أن نوظف هذه المحكمة في سبيل وحدة لبنان، وهذا يلي تلقف فورا الرئيس سعد الحريري لأنه عرف شو رح يكون وقع هالادعاء يلي صدر عن المحكمة على الوضع الداخلي وخاصة على الحالة السنية الشيعية، وفورا تخطى هالاتهامات ودعا إلى حكومة جامعة وإلى الجلوس مع حزب الله. هيدا درءا للفتنة. أنا باعتقادي أنا بوضع موقف الرئيس سعد الحريري اللي هي موقف مميز في إطار محاولة درء أي يد خبيثة ممكن تفتح الفتنة انطلاقا من أحداث المحكمة الدولية. طب بس يعني هل الحكومة فعلا برجع هوني ستمنع الفتنة أو التفجير؟ لأنه عم نشوف يعني المسلسل التفجيرات اللي حاصل امبارح، الوضع بمنطقة البقاع الشمالي يعني مؤشر خطير يعني جدا. بين الهرمر وعرسال الله يستر وين بيروح الوضع يعني. طرابلس كمان امبارح رجعت تحركت. شو اللي عم بيخلي هالوضع يتحرك؟ حكيت حضرتك يعني لمحت بهذا الموضوع، بس هل الحكومة تشكيل حكومة كافي لمنع هذا المسلسل؟ لا تشكيل حكومة كافي ولا انتخابات نيابية كافية ولا إصلاح النظام كافي ولا انتخاب رئيس جمهورية كافي. خلينا نكون واقعيين، ولكن تأليف حكومة وحصول انتخابات رئاسية هن تعبير عن إرادة وطنية بالوحدة وبتصدي اللبنانيين مجتمعين لمحاولات الفتنة. لأنه اليوم هالأحداث اللي عم بتصير منا أحداث
مرتكبه بايدي لبنانيه وبتحريض لبناني. نحن بنعرف انه هالعمليات التفجيريه وهالسيارات المفخخه هيدي منا 8 و14 اذار منا حزب الله والمستقبل، هيدي عمليه خارجيه من قوى خارجيه عم تنقل حرب العراق وحرب الجزائر وحرب وحرب سوريا وحرب اليمن وحرب ليبيا وحرب داعش والغبراء الى لبنان. اذا من هون اذا كان في وحده وطنيه فينا نعمل حصاني حدوديه، حصاني داخليه وحصاني سياسيه، وساعتها الجيش لما يكون في وحده وطنيه قادر يكون حاسم اكثر، خاصه مع هالمساعده اللي اجته من المملكه العربيه السعوديه 3 مليارات، ويلي لازم على كل اللبنانيين ما يبحثوا عن جنس الملائكه اللي بيحكوا عن هالهبه السعوديه، انما يشكروا السعوديه على الهبه اللي اعطتها للجيش اللبناني، والجيش اللبناني يتسلح تيكون اكثر قدره. على كل حال يعني الموفد الفرنسي ممثل الرئيس الفرنسي اللي التقى كابينا يعني حزب الله عبر السيد موسوي، يعني يبدو انه طرح هذا الموضوع مع موضوع المساعدات السعوديه الفرنسيه يعني او هذه الهبه للجيش اللبناني والاسئله يمكن التي راودت حزب الله حول هذه. انا باعتقادي ما لازم نشكك بهالموقف السعودي، اساسا مش اول مره السعوديه بتاخذ مواقف ايجابيه تجاه لبنان او بتدعم البنك المصرفي البنك المركزي اللبناني او الخزينه اللبنانيه او المشاريع الاعمار بلبنان او الجيش اللبناني، هذا موقف تقليدي سعودي تشكر عليه المملكه السعوديه. يعني ما لازم نمزج حساسياتنا المذهبيه والطائفيه مع الموقف الوطني اللي بيفيد لبنان. اليوم لما انت او انا او اي مواطن عم بيشكك بالهبة السعودية للجيش اللبناني، ما عم بيشكك بنيات السعودية، عم بيشكك برئيس جمهورية لبنان. لأنه هل يعقل أنه رئيس جمهورية لبنان واللي أساسا هو قائد للجيش أنه يقبل هبة ملغومة للجيش اللبناني وهبة ملغومة للدولة اللبنانية؟ أبدا. إذا معناتها هيدي تقبل الرئيس الجمهورية وعمل خطاب بالقصر الجمهوري خصيصا لشكر المملكة على المكرمة اللي قدمتها، معناتها أنه هيدي هبة منا مفخخة، هيدي هبة ما فيها نيات خبيثة وراها، ولا السعودية عم تبحث عن دور للجيش السعودي بلبنان من خلال هالدعم يلي قدمته للجيش، بدليل انه هالاسلحة هيدي منا اسلحة سعودية بتحتم مجيء خبراء سعوديين او لواء سعودي الى لبنان لمساعد الجيش، هيدا مال سعودي يذهب الى فرنسا وتأتي اعتدي فرنسية الى الجيش اللبناني. حرام نشكك بهالموقف السعودي تجاه لبنان، نحن مع قبوله ومع تنفيذه باسرع ما يمكن. نعم. سؤال اخير، برأيك سيعقد جنيف 2؟ طبعا. هذا يمكن ان ينتج. جنيف 2 يعني بده يعقد. المشكلة مدام دولي بسوريا انه النظام السوري أجهض مشروع القومية العربية لأنه حزب البعث. نعم. والثورة والمعارضة السورية أجهضت الربيع السوري، والنظام والمعارضة عم بيحاولوا يجهدوا جنيف 2. نحن بهمنا أنه جنيف 2 ينعقد لأنه هيدا الإطار الوحيد المتوافر حاليا لنقل الحالة السورية من العنف والإرهاب إلى السياسة والدبلوماسية. وأنا أعتقد بغض النظر عن نتائج جنيف يجب أن ينعقد هذا المؤتمر، وإذا ما نجح هلأ بينجح بعدين، ولكن هذا هو الطريق الوحيد الذي يخرج سوريا إذا خرجت من أتون الحرب، لأنه اليوم بسوريا في حالة انعدام القرار. لا النظام قادر يوقف ولا المعارضة اللي توقف، في حالات إرهابية فالتة بكل الأراضي السورية، ضربت سوريا، أنهت سوريا، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل دبلوماسيا لإنهاء هذا الوضع. على سوريا يعني النظام يبدو أنه حسم أمره يعني بالموضوع المشاركة ووفد بس المعارضة، المشكلة عن المعارضة، المشكلة عن المعارضة. يعني تصوري أنه اليوم بتضطر الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا
وبريطانيا تهدد المعارضة بوقف المساعدات عنها إذا ما شكلت وفد لحضور جنيف 2. يعني بدل ما كان من أشهر التركيز على النظام للمشاركة صار التركيز اليوم على المعارضة للمشاركة، علما أنه النظام حتى لو شارك. هل هو تركيز؟ ما هو السؤال هو تركيز على المعارضة وعلى السعودية يعني القبول بهذا بالمشاركة. السعودية تؤيد جنيف 2 يغير الموقف الأمريكي. السعودية تؤيد جنيف 2، ولكن السعودية وكل القوى المؤيدة للتغيير في سوريا تريد أن تأخذ كمان إعلان نيات، كمان مش نحن وحدنا بدنا إعلان نيات بالبيان الوزاري، بدهم إعلان نيات على أنه هالمؤتمر ما رح يثبت نظام بشار الأسد، إنما سيكون خطوة للتغيير في سوريا. أنا باعتقادي وبتعرفي أنت أنه المؤتمرات الدولية للقضايا المعقدة لا 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 تنتهي من أول جلسة. دائلنا عم الغرب عم بيجتمع مشان قصة الملف النووي الإيراني، وساعة حرب وساعة مفاوضات، وأخيرا توصلوا لاتفاق. يعني لهم تنتهي حلقتنا أستاذ سجعان، يعني متأمل أنه يعني الأسبوع المقبل يحمل معه انفراجات على صعيد بركي تشكيل الحكومة، وبركي إن شاء الله بنقدر نستضيفك معالي الوزير بالحلقة المقبلة. نحن وياكي خارج إطار أي مناصب، وأساسا أنا لما فت على حزب الكتائب ما حلمت ولا يوم لا أكون رئيس قسم، لا أكون رئيس إقليم، لا أكون عضو مكتب سياسي، ولا نائب رئيس، ولا نائب ولا وزير. أنا مناضل في حزب الكتائب في سبيل لبنان. أكو حال منك بحاجة لتترات مثل ما بيقولوا، ولكن زاد الخير خير. أنا بشكرك من جديد، بشكر كل المشاهدين اللي تابعونا، وإلى اللقاء.